لو الحكاية فيها إن فيتو حسنا عيد ميلادي أنا مش عيد ميلاد الإزعاج مثل الإزعاج هي عمري يعني عمري قبل الإزعاج أنا نسيان يعني أنا بوقت عمري من ساعة دخلت الإزعاج بقت بيتي وحياتي وناسي يعني قرايبي يعني حقيقي ونس إزعاج ونس يعني حتى لما كنت بروح التلفزيون لسه برغبة سامية يعني من حد كبير يعني أبو فضيلة تروح التلفزيون بتيجي مش عارفة كان مين ده المفتري اللي بعدك عن الإذاعة؟ قررت إن أنت تمشي من الإذاعة؟ أبو فضيلة لا هي كانت متابعاني فدايما لما بينشئ التلفزيون فخد شوية من الإذاعة ودون التلفزيون يعني في البداية أنا رفضت ففهم إن اللي فضل في الإذاعة المكشين يعني إن التلفزيون نقل حلوين في الإذاعة فخد فكان دايما الفكرة عني أنا يعني وحش عشان كده ما خدنيش وطلبوا مني أعمل رفضت في التلفزيون فرفضت خدوا ماما سميها فالناس كونت فكرة إن أنا شكلا وحش حلو إنهم فكروا كده لما ابتدوا يشوفوني بقى قالوا الله ده مش وحش طب دي لما راح مدات حرام بغيس الزمان اللي فات قالت أبو فضيلة يفتكر إنها بتعمل لي كومبليمون جملة جست ظريفة إن أنا بنت الوزارة وعايزة أدخل في الوزارة بيني وبينك أنا لو كنت رحت التلفزيون وشلوخ ما عادش بقى نقدر على الفيزيك ومش عارف إيه إحنا لا الحمد لله طالما أنت محافظ على صوتك إحنا مكملين يعني الحمد لله بشرب سجاير ولا الحاجات اللي تسكس قدرت أحافظ على صوتي زي ما ابتديت أخش حاسه بالتكريم المناسب اصل انا التكريم عشان انا بشتغل مع فئه اجمل فئه في الدنيا اللي هي الاطفال مجرد ان طفل يقول لي بحبك انت هنا خلاص خدت الدنيا وما فيها اصل كل اللي انت توصل لطفل صغير مش اي حد مش اي حد يقدر يوصل له كون ان انا وصلت اخش اقول للاطفال نعم بالنسبة لي مش هنعرف نعيش من غير حواليك مش هنعرف نبقى معاك وما نسمعش مني أجمل حاجة أنا بتكلم عن الناس أقولهم كان في واحدة ست قلتها لك دلوقتي أنا أحب غيرها عايز حاجة والله أنا أشوف كل يوم بحكي حدوتة كل يوم لما أجي أفتكر حدوتة واحدة عشان أحكيها طب قولي لنا بتاعت واحدة ست أقول لك كانت واحدة ست عندها 12 يوم قالوا لها يا ماما انا كنت جنب جابت لهم توت وابونا كل بنت اخذت توت 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 كنت فرحانه حلوه ولا مدبوبه طول عمرها عشان طلع منك لازم تبقى حلوه لازم يخليك ربنا يخليك كلمه من الله فضيله لموكا وجمال فيتو بقول له ايه؟ ليه فيتو واخد منصب فيتو ليه؟ عبارتين على ايه؟ على كل ما هو سابق بس يعني ساعات الناس تقول فيتو على حاجات كويسه مش ساعات الناس تفوتوا على حاجات كويسه فالفيتو ده يعني ما بيديش معناه لبعض الناس يعني تلاقي واحد يقول كلام كويس او بص قالوا فيتو لما تستمع عليه لما كان يعني فهي بتستعمل حتت تخليك انت ما احبش استعملها بس من وجهه النظر اللي انا بقولها لك ان احنا بنستخدمها ضد كل ما هو سلبي فايه رايك لما تبقى فيتو كل ما هو سلبي ضده؟ بس انتوا بتقولوا فيتو بس انا انتوا ما بتقولوش فيتو كل ما هو سلبي يا فيتو الحكايه فيها ان احنا عايزين نعرف ايه الان في الحكايه الحكايه فيها ان حكايه ايه اللي فيها ان اي حكايه في الدنيا مش لازم ان يبقى فيها ان اي قصه في الحياه مش فيها ان مش فيها هدف فيها مغزى فيها معنى لا ان يعني ان يعني حاجه وحشه احنا بندور على ان ايه المصلحه المشتركه ليه بتدوروا على ان بتدوروا على الحاجه الحلوه عشان نكشفها عشان يعني انتوا جايين تكشفوا كل حاجه